ايوه يا ست هانا، حضرتك عايزه مين؟ هو مكتب الاستاذ طارق حامد في الدور الكام؟ الاستاذ طارق في الدور الثالث. اتفضلي. شكرا قوي. اتفضلي حضرتك. شكرا يا حاج. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقابل استاذ طارق؟ في ميعاد؟ هو اللي قال لي يبقى تعالي في اي وقت. طيب نقول له مين؟ قولي له سميحه اللي قابلتها في معرض سعد الفقي. اوكي اتفضل. اتفضلي الأستاذ مستنيكي. اتفضلي. أهلا أهلا سميحة، إزاي؟ اتفضلي اتفضلي. يا قررتي تمثلي ولا لسه بتفكري؟ بتشبهي عليه ولا ايه؟ بشوفه في التلفزيون بس الصراحه مش فاكره الاسم. امال بتقولي البنات مقطعه نفسها عليك في الشارع؟ النبي ما تزعل يا استاذ. حضرتك تشربي ايه؟ لا متشكره قوي مش عايزه. هيطلع عصير فريش يا رشدي، وهات لي قهوة نوعي. قولي لي يا سميحة، أنت مثلتي قبل كده؟ لا يا أستاذ عمري. كنت بمثل مع نفسي وقدام صحباتي. يعني عمرك ما وقفتي قدام كاميرا؟ الصراحة لا. عايزة تمثلي ليه؟ ما هو أنا بحب التمثيل قوي. كنت اشوف الفيلم من دول ارجع البيت اقف قصاد المرايه واعمل زي البطله، كنت بقلدها. مساء الخير. مساء الانوار. اي خدمه؟ كاميرات، لمبات، شاريوهات، كرينات، كافه شيء. انا بسال على مكتب الفنجري. الرئيس اتفضل فوق. يا خساره، انت وشك حلو وينفع بس ده لوحده مش كفايه. يعني ايه يا استاذ؟ اعمل ايه؟ يعني تركزي وتجتهدي، لان الاستاذ لو ما اقتنعش هيبقى فركش. يعني ايه فركش دي؟ يعني بخ، لا في تمثيل ولا استاذ. لو النبي يا استاذ، والنبي يا استاذ، انا من ايدك دي لايدك دي كل اللي هتقولي عليه هعمله يا استاذ، بس كله اللي فركش. والنبي يا استاذ، والنبي يا استاذ، والنبي. ما تخف عليها شويه يا اخي، مالك؟ خد يا سيدي، ما تخافيش. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ اصل اول مره حد يمد لي ايده ويساعدني، واستاذ علي خوفني قوي، حسسني اني مش هشوفك تاني، وانا بصراحه يعني مش عايزك تزعل مني. وانا ايه اللي عايز اعاني منك؟ شوف يا سميحة، انا كل اللي عايزه ان انت تسمعي الكلام اللي انا بقوله وتفهميه وتنفذيه علشان. حاضر حاضر، هعمل لك اللي انت عايزه، انت تأمرني بس انت جربني، ده انا شاطره وهعجبك قوي، والله شاطره قوي. طيب يا سميحة،
لو عايزه تمثلي. عايزه امثل اللي عايزه امثل، ما انا جاي اعمل ايه هنا؟ انا عايزه امثل بس معاك انت بس، مش مع حد تاني خالص. الاستاذ بيقول لك اسمعي الكلام وركزي فيه وافهميه، مش تقاطعيه وهو بيشرح. حاضر حاضر، مش هفتح بوقي تاني اهو، مش هتكلم تاني خالص اهو اهو. قول لي يا ابني، الاستاذ عبده الفنجري جوه؟ موجود يا فندم. ثواني. اتفضل يا فندم. استاذ سميح مش كده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، المكتب نور، اتفضل سعادتك اتفضل. قهوتك ايه؟ مظبوط ان شاء الله. احلى قهوه مظبوط للمتر بسرعه يا بوده، وازازه ميه معدنيه من عند زهدي بسرعه. اهلا وسهلا، الاستاذ مسعود اداني فكره عن الموضوع. السيستم اللي انت طالبه ده سهل وهجيبه لك في لقطه، بس اهم حاجه السيلفر اللي انت هتخزن عليه. اللي هو ايه ده؟ السيرفر ده زي الهارد ديسك اللي بيسجل الفيديوهات صوت وصوره، وبعد كده تاخد الفيديوهات دي على سي دي او دي في دي، وممكن تاخد منهم كمان صور لو حبيت. اه طب وده حجمه قد ايه؟ حجمه مش كبير، زي الفيديو البورتبل، ومتثبت فيه الكاميرات والمايكات، وكمان في منه على وايرلس بس من غير سلك لا مؤاخذه. طب وايه احسن نوع؟ احسن ماركه موشن تراكر، وده بقى بيسجل 1200 ساعة، يعني حوالي كده 50 يوم، والصورة الثابتة ما بتتسجلش، لازم يحصل حركة قدام الكاميرات أو أبسط ضوء ويبدأ يسجل. هو ده بالظبط اللي أنا عايزه. خلاص يا سميح بيه، اعتبره حصل. بس بقولك إيه، الكلام ده كله في السكرتة، ها؟ لأن الحاجات دي فيها كلابوش وأمن دولة ومحاكم، والداخل فيها مفقود. فاهم فاهم. يبقى حضرتك لا شفتني ولا تعرفني. متخافش، أنا محامي وعارف الكلام ده كويس. كده بقى يبقى أوكي، وهجهز لك لستة بالأسعار وابعتها لك، وإن شاء الله في خلال يومين الأوردر بتاعك هيكون جاهز.